استاذه ندى يا مروان بيه. لا تتفضل. مساء الخير يا مستر مروان. مساء رسميات يا استاذه ندى، اتفضلي. شكرا. قولي لي عامله ايه معنا في التدريب؟ كل شويه بتاكد من الكلام اللي قلته لك في الاول، مش مجالي خالص، وبعدين مش عارفه اذا كنت هقدر على الوقفه قدام الكاميرا دي ولا لا. بصي يا ندى، انا بقى في المجال ده من وانا قد كده، سمعت الكلام اللي انت قلتيه ده من اعلاميين كبار جدا، والكلام اللي انت بتقوليه ده بشرة خير على فكره انك هتبقى اعلاميه كبيره. والله انا مش مكمله هنا غير عشان خاطرك انت وعشان الكلام اللي انت بتقوله لي ده. خليكي معايا بس مش هتخسري. وعامه بقى لو مش عايزه تكملي في موضوع المذيعه ده، انا ممكن اخليكي تبقي معانا في اي حاجه، اهم حاجه انك تبقي معانا هنا عشان انبسط لما بشوفك. انا باشا سهل عليا ان انا انبسط من اي حاجه على فكره. ايه نام؟ الحمد لله، والحراره نزلت كمان. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا يحيى. تشكريني عليا يا ناديه؟ ده ابن اخويا، يعني زي ابني بالظبط. ربنا يخليهولك، ما انت عم. بس يا ترى بقى ريهام هتجيب لك ولد قمر زي ده؟ لو شبهي يبقى قمرين يا ناديه، مش قمر واحد. اذا كان كده ماشي، ولو اني يعني مستغربه الموضوع ده قوي. اشمعنى؟ يعني ريهام طول عمرها دماغها في البيزنس والفلوس، كنت متخيله ان هي هتتجوز حد تاني خالص، يعني معرفش مش شبهك خالص. يا ناديه، وانا مش بيهش ولا ايه؟ لا مش قصدي، قصدي يعني ان انت اللي مش شبهها. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ هو انت اللي طلبتها للجواز؟ مش فارقه، هي الجوازه كلها من الاول للاخر كده على بعضها، جوازه مصلحه. ريهام صاحبتي وهي اقرب حد لي، عشان كده عايزاك تاخد بالك قوي، بما انك يعني بتقول ان هي جوازه مصلحه. انت تعرفي حاجه انا ده مخبيها عليا؟ لا خالص، ولو اعرف حاجه هقولها لك على طول. اصل انت يا يحيى تستاهل كل خير. انت اللي جدعه وبنت بلد انا ده، وشبهي. حضرة الضابط جو، ايه الاخبار؟ انا تمام، كله زي الفل. انت عامله ايه؟ كله كويس. كنت عايز اقابل معاليكي كده عشان كنت عايز اخد منك كلمتين. انا قلت كل اللي اعرفه في المحضر الاولاني يا حضرة الضابط. بس لسه المحضر ما اتقفلش. اعتبرني هربانه. هربانه؟ ده انا كده طلع لك امر ضبط احضار بقى. استغلال سلطتك ده يا حضرة الضابط يخليني اعترف بكل حاجه. طب اجهزي بقى عشان اعدي عليكي. هتعدي عليا بالبوكس؟ اه بالبوكس، وهكلبشك كمان. حاضر. يلا سلام. عايزاك في كلمتين. لا مش دلوقتي، مش فاضية. جرايه يا ست جيجي، هو انت ما جيتي لي حد باب بيتي وطلبتي مني المساعده، طلعت معاكي جدع ولا طلعت قلت الاصل؟ طلعتي جدع، بس انا برضو مش فاضيه. اعمل ايه يعني؟ يعني ايه مش فاضيه؟ ما انت لازم تفضيلي، احنا بينا اتفاق. وانا نفذته، كنت عايزه تيجي تعيشي معانا هنا، واديكي عايشه، عايزه ايه تاني؟ هو دي عيشه دي على اخر الزمن؟ هناء ازاي تتعامل المعامله دي؟ ده محدش في القصر بيعبرني. هو انا جرب عشان عليك يعملوا لي المعامله الناشفه دي؟ حتى الشغالين زي ما يكونوا واخدين اوامر يعندوني. لا والله، ده بيعملوا كده لوحدهم. بصي يا حبيبتي، انت بس مش متعوده على عيشتنا هنا، ومش عارفه تتعاملي مع الناس. طولي بالك كده شويه وانت هتتعودي وهتنسي عيشتك القديمه خالص. تشكري يا بنت الاصول، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش لما جيتي للحاره وقعدتي تعيطي وتتحايلي عليا عشان اقف معاكي. يوه، انا مش فاضيه للكلام الفارغ ده، عندي 100 حاجه اهم منك كده برضو يا جيجي. بقول لك ايه، انا عندي فكره كويسه قوي. ايه رايك ما دام انتش مبسوطه هنا ما تمشي مع الف سلامه، ارجعي بيتك القديم مطرح ما بترتاحي، ايه رايك؟ يعني انت متضايقه من قعدتي هنا؟ بس على فكره بقى، اللي انت لابساه ده مش لايق على المكان. ايه عمّا؟
استاذ علي قاعد هنا. انت مين وعاوزه منه ايه؟ بلغي بس ان الشيخ محمود تعبان قوي، خليه يجي له بسرعه. روح نادم على علي وقول له الشيخ محمود تعبان بسرعه. انا هروح للشيخ، سايق عليك النبي ما تخليه يتاخر. تعرف يا بنت نعيمه، انت واللي زيك، بنات اللي زيك اللي في الصاله هنا والله ساعات بتصعبوا عليا. نومه يا مستر فتحي مش نعيمه. ما عشان كده بتصعبوا عليا. الله، اي واحده بتيجي هنا بتحاول تمسح ماضيها بستيك، بس للاسف ما بتعرفش، ما بيتمسحش. ونومه تفضل نعيمه برضه. أحلى مسا عليك يا رايق. أهلا بهدوم الوردين. إيه؟ خلاص؟ روح أنت يا نومة، الليلة بيناها على مزاج الرايق أوي. نعيمة البستويسي بقت نومة؟ آه نومة. إيه مشكلة يعني؟ روح يا نومة، مش هتعرفني بالناس اللي جايين معاك؟ طبعا يا يحيى، مش محتاجه اقول لك ان جوازنا ده مشروع زي اي مشروع بندخله في الشركه، وانا شايفه ان مكاسبه هترضي كل الاطراف. ولو انت شايف ان المشروع خسران، اعتبر كل اللي انا قلته ده ما اتقالش. انا ما بحبش اسبق الاحداث. حلو، وانا ما بحبش اللف والدوران. بتفكر في ايه؟ بفكر استفاد ايه؟ حاجات كتير. انت هتتجوز ريهام الذهبي، شوف بقى ده مميزاته قد ايه. مكانه اجتماعيه، هتمسك معايا شركات الذهبي، وهتبقى معايا في الحرب اللي بتحصل دلوقتي، يعني اكيد هتبقى كسبان. ده غير بقى اللي هيحصل لرودي العزيزي. ما رودي بقى، امال كلامنا دلوقتي؟ احنا مش اتفقنا نتكلم بصراحه؟ انا هاجي لك دوري زي ما انت بتقول على طول. مفيش حاجه توجع قلب البنت غير ان كان معاها يبقى مع بنت احسن واحلى منها. رودي هتزعل قوي لما تتجوزني. انا عارفه انا بقول لك ايه. انت عرفت الموضوع ده منين؟ لا انا اعرف حاجات كتير قوي. مش انت هتتجوزني؟ تمام، انا هدخل معاك شريك في الشركه حتى لو بنسبه قليله. ما هو انا برضه لازم يبقى ليا كيان، كفايه بقى شقه وشغل في ارض غيري. اتفقنا، بس انا هستفيد ايه بقى؟ هفضل جنبك ومحدش هيقدر يقرب منك طول ما انا موجود، ولا من الاسم اللي عمله ابوكي. وانا مش عايزه اكتر من كده، بس خليك دايما فاكر يا يحيى ان جوازنا ده مش بجد، ده عقد زي اي عقد شركة بندخله. ما تقلقيش، مش هنسى الموضوع ده. الف مبروك عروسة على عقد الشركة. متشكرين يا دكتور، تعبناك معانا. الحمد لله بقى كويس وان شاء الله هيخف. قوم بالسلامة. جالك ايه؟ طمني. بيقول غيبوبة سكر، بس الحمد لله بيجي زين. الحمد لله، ده انا قلبي كان هيوقف. الحمد لله انك لحقتيه، وكويس انك جيتيلي. انا اسفه والله، انا ما عرفاش حد غيرك في البلد دي كلها. لا ما تقوليش كده، انت عملت الصالح. محدش عارف لو كنت اتاخرت شويه كان ايه اللي ممكن يحصل. ربنا يطول لنا في عمره. امال فين ولدك؟ مش لاقيه؟ نايم في البيت. طب يلا يا دوبك تروحي، وانا هفضل سهران جنب الشيخ. لا كيف، انا هفضل معاه. لا لازم تروحي على الاقل عشان جوزك ما يقلقش عليكي. انا جوزي ميت. الله يرحم. تبع عشان خاطر ابنك. انا هجيبه ينام هنا، ومش هقوم من تحت رجل الشيخ الا لما اطمن عليه. ماشي، انا هقعد بره، لو احتجتي اي حاجه ناديلي. عايز بتدور على حد؟ جايلك. ليه؟ هو انت مش قلت ان احنا ما ينفعش نكون مع بعض؟ امشي. عارف لو حد غيرك كنت قلت له غرفه داهيه، بس للاسف مش عارفه اقول لك كده. بصي يا رنا، انا عاوزك تسامحيني لو كنت ضايقتك. معلش الفتره فاتت كنت متلخبط شويه، عاوزك تستحمليني. هستحملك يا عز، بس عارف لو بتلعب معايا ساعتها هزعل بجد، وانت ما جربتش زعلي. ولا عاوز اجربه. ما دام نجوى بقى هي اللي هتنتج لك الشريط بتاعك. شريط؟ دي خلصت من التسعينات، اسمه البوم،
البوم يا رايق. بس هننزل بكليبات هتكسر الدنيا عشان نوجة مراهنة عليا. قال ايه؟ ايوه عليك، انا وعدتك لو ما خليتكش نجم الاغنية الشعبية الاول في مصر ما بقاش انا نجوى. وترمي فلوسك ليه يا مدام نجوى في الوابة؟ ده انت كده مش هتكسبي ولا حتى صلاة النبي. يا رايق، احنا جايين نفرفش عندك، خليك محضر خير. طبعا اذنكم انا اخش التواليت. بقول لك ايه؟ ركز معايا. ايه بلاش كل شويه مدام نجوى مدام نجوى مدام نجوى. الست جوزها لسه ميت بقاله كام شهر. امال عيد نقول لها ايه؟ نوجه دلعها رايق، عايز اطلع بالكليبايه، انا اللي اعلمك. ماشي وانا مش هقف في طريقك ابدا. هساعدك، هدلعها واشخلعها كمان. يا رب ساعدنا. أمنت العربية بتاعت عم عبد الحميد؟ أمنت وسبت معاه عربية حراسة زي ما ساعدتك قلت. كويس يا حربي. نص نقل دي بقى لها قد إيه ماشية ورانا؟ حوالي 10 دقايق. في حاجة ولا إيه؟ العربية اللي ورانا دي مش مريحاني. وقفت ليه؟ طريق مقفول يا ابن عم، سيب لي سكه يمين ولا شمال عشان اعدي. اوه حربي انت لو سيب سلاحك هتموت. انتوا مين يا ابني عايشين ايه؟